عليكم مشاهدين قناة كريمة وأمينة المتنوعة. اليوم فيديو جديد عندنا في سليلو ديالنا، غادي نقدم لكم واحد سليلو جديد رائع طبيعي 100%، ما فيش لا سكر لا حتى شي حاجة ما طبيعياش، فيه الحشوب الصحي. مهم، ها هو سليلو ديالنا، وغنقدم لكم ماما كريمه اللي غادي تقول لكم اشنو كاين في هذا السليلو هذا. السلام عليكم المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم معنا. غادي نوريكم كيفاش تنقادو السليلو ديالنا بلا سكر وحلو. يلا خليكم معنا باش تشوفوا السر ديال هذا السليلو حلو بلا سكر. ها انتم المشاهدين، قلت لكم غادي ندير انا السليلو بلا سنيده بلا والو، بندير كلشي بيه. هذا تمر بوسكري قاسح، عرستو بالمهراز باش نطحنو. دابا غنبدا ندخلو الفران باش يقسح ليا باش نطحنو. غنبدا ندخلو الفران حتى يسخن ونحيدو، ونعاود تاني ندخلو الفران حتى يسخن ونحيدو حتى يقسح مزيان، وعاد غادي نطحنو باش ما يتعجنش ليا. هذا هو علاش تيقولوا بوسكري قاسح، هرستو بالمهراز، وكاينين شي وحدين فيه رطبين، داكشي علاش خصهم يقساحوا بحال هادي. دابا هادي رطبه، هادي رطبه خصها تقساح، وكاينين قاسحين، ها قاسحين بزاف بحال الحجره. دابا نبقى نسخنو، ندخلو الفران ونخرجو، ندخلو الفران ونخرجو حتى يتحمر حتى يقساح باش نطحنو. ها هو اللزدا، هو تنحمروه. دابا حمرنا كاوكاو، حمرنا غنحمرو اللوز، احنا تنحمرو فيه، وغنحمرو الجنجلان حتى هو. وهاد التمر غنبقاو نسخنو فيه حتى يسخن ونخرجو، يعاود تاني يسخن ونخرجو. دابا التمر غير يسخن ونخرجو. ايوا تا هذا غنحمرو، وهذا نبدا نسخن ونخرجو حتى يقسح باش نطحنو. ها هو الجنجلان ديالنا بلدي، واللوز بلدي، والتمر بلدي. والدقيق تا هو غادي نديرو لكم بلدي. يلا تا هو غادي يتحمر. ها هي التزريع ديال الكتان، تا هي تنحمروها، ندخلوها الفران بلا ما تحمر. ها هو اللوز تا هو تحمر، هادشي كلو غنطحنو، وهذا غنعاود نردو باش يسخن باش يتطحن ليا. ها هو بدا تيقسح، دابا مبقاش بغا يتهرس، ها تيقسح. نبقى نسخنو نسخنو ردو يبرد، ونسخنو ردو يبرد باش يقسح ليا باش نطحنو، باش ما حيت كاينين شي وحدين ما قاسحينش، كاين شي وحدين قاسحين شي وحدين لا. احنا كنطحنا التمر، دابا يبس غندخلوه. دابا خرجناه من الفران وخلصنينا حتى يبس، عاد هو التمر ديالنا غادي نطحنوه. بحال سنيدة، هذا بلاصة سنيدة اللي ما بغاش ياكل سليلو بسنيدة هو التمر. ولكن خصكم ديروا ليه ديك الطريقة اللي قلت لكم، بقاو تخرجوه الفران وتدخلوه حتى يبس مزيان، هو راه أصلا يابس. هانتوما عندنا كيلو تاع اللوز محمر ومطحون، كيلو تاع الزنجلان تاع هو حمرتو وطحنتو،
كيلو تاع زريعه الكتان تاع هي محمره ومطحونه، وكيلو تاع كاوكاو تا هو محمر ومطحون. وعندنا الزميطه، الزميطه تاع الشعير، الدقيق هذا هو الدقيق تاع الشعير، غير هو الزميطه فيه العشب وكلشي كيلو. وعندنا كيلو تاع التمر، وريتكم الطريقه كيفاش ديروا ليه داك التمر القاسح سميتو بوسكري. كيلو تا هو كنحيدو ليه العظام وتن نديرو في الفران تيسخن ونحيدو باش حتى تيولي لينا قاسح مزيان، حيت هو قاسح فيه شي وحدين ما قاسحينش. صافي تنجدو تا هو تنطحنو، هذا هو بلاصه سنيده تمر. جوج معالق ديال النافع البلدي، عندنا حبه حلاوه جوج معالق، ومسكه الحره. دابا غادي نبداو نخلطو، بسم الله نخلطو المقادير ديالنا كاملين بحال هكا. كاع غربلتهم، طحنتهم وغربلتهم باش يكونوا هما هذوك. المشاهدين عندنا يطرو تاع الزيت العود، انا كنخلطو غير بالزيت العود. غادي نهزو التمر، ها هو التمر ديالنا تا هو غادي نخلطوه. هذا بلاصة سنيدة، وكنديرو الدقيق. هذا الدقيق تاع الشعير، الزميطه فيها العشوب وفيها كلشي. هاد السليلو راه غادي يجي زوين، حتى ما فيه حتى شي حاجه، ما درتش فيه لا الزيت الروميه لا والو، درت الزيت البلديه والتمر باش غادي نخلطو. غنديرو المسكة حرة وهاد النافع وحبة حلاوة تاهي، كنخلطوه كامل بحال هكا. إيوا خليكم معانا، هاهي الزيت العود، أنا كنخلطو غير بالزيت العود، الزيت البلدية. دابا غنبدا نخلط مزيان. دابا خصو يتحكم مزيان، هكا هو تيبغي يتحك باش يطلق ديك الزيت بلا ما نكثروا فيه الزيت. ولكن غنزيد انا هاد شويه الزيت نكمل يطرو. صافي وغنبقى هكا حتى نحكم مزيان تيولي هاد الزيت كله هي تخلط. دابا المشاهدين ها هو السليلو ديالنا كملناه، طبيعي ما فيه سنيده ما فيه سكر ما فيه حتى شي حاجه، فيه غير التمر. والمقادير اللي عطيناكم تنتمنوا تجربوه
اللي ما بغاش ياكل شي حاجه حلوه راه هذا مزيان ليك، هذا راه صحي مقاديه بالتمر، ما تخافوا منه حتى شي حاجه، اللي بغيت تقادو تاكلوه راه زوين ما فيه لا سكر لا والو، حليناه بالتمر. عاوا ندوقوا المشاهدين بلاتي الخواتي اتي تعمينا ما كايناش لينا معانا. هاهو تي ديال مينا فيه الكشكوشة بصحة والراحة، بسم الله زوين محلوش بزاف، واللي بغاه يكون حلو يزيد التمر. هذا بقى هذا ما يديرش كيلو، يدير جوج كيلو تاع التمر، انا جاني هو هذاك وبصحة والراحة، تنتمناو تجربوه.